يا استاذ احمد. عايزين نقول ان احنا كلنا فضا مصر. وحسام كان من الجنود البواسي. كان بيحب وطن. كان بيجي من الاجازه كان بيحكي لي على كل حاجه. طب حكى لك على ايه اخر مره؟ كان بيقول يعني كان بيقول احنا رغم المأساة اللي احنا بنشوفها احنا سعداء وقادرين نواجه كل عدو، رغم ان هو كان يعني لسه يعني يعتبر مستجد في الجيش، بس كان عنده شجاعة ملازم اول، يعني كان حاجة تشرف، وده اللي مصبرنا على شجاعته وعلى وطنيته. واحنا اصلا الناس كلنا خدمنا في العسكرية وعارفين يعني ايه جيش وعارفين يعني ايه مصر. كلمة وطن دي وكلمة واقفة على الحدود يعني بيننا وبين اسرائيل او بيننا وبين العالم الكفرة دي لها معنى. كان ان انا اقف في الشيخ زويد او في رفح ده شرف ليا والاهل والبلد كله. انت طمنا عليك يا ابن عامل ايه؟ انا تمام. طب انت تفطر ازاي؟ قال لي هم بيقولوا لنا الفطار على الخدمة وكده. طب انت مش عايز حاجة؟ قال لي خلي بالك يا ابني شد حيلك وبتاع وربنا معاك. انت كل حاجة عندك تمام؟ قال لي تمام والله ما فيش حاجة وكده. وكان حتى عمامه قاعدين جنبي كلموه برضه تمام وكله تمام وقفلت معاه عادي ومفيش حاجه. لحد تاني يوم الصبح الساعه 9 كده بفتح التلفزيون وبشوف الاخبار اللي بقى سمعت عن التفجيرات في الشيخ زويد. انا عاده اول ما اسمع الشيخ زويد في التليفون في التلفزيون او اي قناه فيها حاجه اسمها الشيخ زويد بيحصل لي قلق يعني. ارن على ابني على طول. كان هو في المواجهه يعني كان. وطبعا نستودع عند الله ونحتسب عند الله من الشهداء. الجسمين بتاعه طبعا ما بقالوش اثر والبقايا اللي فضلت يعني ربنا يجزيهم خير. ودوها كم جثه كده البقايا بتاع جثه ابني دفنوها في مدافن الشهداء في مصر. والحمد لله ان هم قدروا يلموا البقايا. اي دور بيقوم به اي عسكري دور بطولي كان كبير ولا صغير كل واحد بيقضي واجبه على اكمل وجه في خدمه بلده. ده حاجه وطنيه وحاجه كويسه يعني ربنا يقدرهم ويقدر الجيش على مكافحه العالم. طب عايز تقول للسيسي ايه يا استاذ جمعه؟ رئيس السيسي انا بقول له ربنا يقويك، ربنا يقويك على 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 اعدائك وربنا ينصرك. وانت خطواتك ان شاء الله ربنا يثبتك وربنا هيقويك على العالم دي وربنا ينصرك على اعدائك.